للمزيد حول إقرار وزارة الصحة اعتماد العلاج الروسي لكورونا والشبهات حول ذلك، معنا من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم مرحبا بك. يعني الكثير يتساءل، إذا كانت روسيا لديها هذا العلاج الفعال، لماذا هي من أكثر المتضررين من الوباء؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الرافدين. مساء النور أستاذي العزيز. هذا الدواء الروسي حتى في روسيا ما ماشي، لأن الوفيات عندهم كثيرة والإصابات كثيرة. يعني إحنا ما مستخدمين الدواء حسب ما تدعي الحكومة. عندنا 1000 اليوم 1800 حالة شفاء، هاي بلا علاج. زين نعم. روسيا بالعلاج مالتها حسب ما تدعي، اتهمت علينا عندها وفاة أكثر من 3000 وفيات، عدد الإصابات اللي 7000 وكذا رقم. هذه الصفقة الروسية بعد ما جرب، للأمانة العلمية ما جرب على المرضى العراق، بس هذه الصفقة مال الروسية ودي يدقون عليها بيها لحمة للناس المتدفقة. يعني هناك يعني تريد أن تقول يعني الخطوة هذه ربما ضمن حلقة فساد متفشي بمؤسسات الدولة وتسديد أثمان مالية أيضا لمواقف سياسية. بالتأكيد هذا سيد كلامي. نعم كلامك صحيح سيد العزيز. نعم هذه يعني هل في العراق جهة صحية؟ نعم. هل في العراق مثلا جهة كفوءة لاختبار هذا العلاج، يعني تابعة لوزارة الصحة ومن ثم اعتماده بشكل آمن، أم أن الأمر يعني تم إثباته أن هذا الأمر هو مجرد كذبة، بغيتها البغية من وراءها، الهدف من وراءها الفساد فقط واستحصال أموال على حساب هذا؟ كذبة كبرى. نعم آسف جدا. نعم كذبة كبرى، ما موجود هذا الشيء، ما موجود. فهمت علي؟ ما موجود هذا الشيء. لا أفهم أنا لا. نعم ما موجود هذا الشيء. طيب هل بقي ثقة مجتمعية إذن بالقدرات الحكومية؟ هل بقي الثقة في المؤسسات الصحية التي تعمل تحت لافتة يعني الحفاظ على أرواح المواطنين؟ سيد العزيز، الوضع الصحي بالعراق منها من كل الجوانب. فهم علي؟ هذه وحدة. ووحدة ثانية، شوف تسمع التقرير يعني مال الكورونا متفشية بالسجون، هي أساسا ممنوع الزيارة بالسجون. بعدين هم دا يعلنون، هم دا اليوم الموقف الوبائي لدائرة صحة بغداد الكرخ تقول لك 3 إصابات، لابو الرصافة يقول 7 إصابات بالسجون. مع العلم اليوم عوائل الأسرى بالسجون العراقية يحجون، يقول منذ 4 أشهر قبل ما تبدي كورونا ممنوع الزيارة. ما مدى خطورة تفشي الوباء في السجون الحكومية؟ والله الوباء متفشي وهم يتلذذون بعذاب العراقيين. يتلذذون بعذاب. نعم يتلذذون ويكيفون كل المعتقلين يموتون. أنا أعرف هذا الشيء. نعم. طيب يعني من وجهة نظرك ما هي الحلول لمواجهة هذا الوباء في ظل يعني حكومات متعاقبة، في ظل فساد مستشري، فساد مستمر، في ظل يعني مصالح إقليمية يدفع ثمنها أو يعني المواطن العراقي من صحته ومن عمره؟ نعم والله إذا ما هاي العملية السياسية وكل اللي جوي بعد الاعتدال، إذا ما ينتهون، ما تنتهي الكورونا وما تنتهي الأمراض وما ينتهي الفساد بالعراق. نشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم سليمان، كنت معنا من بغداد.